السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في موعد جديد مع مفاتيح النجاح. اليوم هي أول حلقة راح نلتقي فيها مع المهندسة حنان عواد، نتشرف فيها في برنامجنا مع الأرب وومن، سيدات واترلو، سيدات المجتمع العربي، سيداتنا في كل مكان. حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم في هذا البرنامج، وإن شاء الله إنه بيكون لقاء مبارك. شهر أذار، شهر الربيع، شهر المحبة، اخترنا إنه إحنا نبدأ معكم هذا البرنامج بالتعاون مع الأستاذة حنان. طبعا الأستاذة حنان هي استشارية لإدارة الأعمال، علم من أعلام واترلو، هي مهندسة مشروعات، مهندسة تخصص ميكانيكا، عندها درجتين في الماجستير، واحدة من جامعة واترلو وواحدة من جامعة ليفربول في بريطانيا، متخصصة في الاستشارات الإدارية بالشكل خاص، لكن عندها باشن، عندها شغف عالي جدا في في التحسين على المستوى الشخصي، التحسين على مستوى العمل، في تطوير الذات، في تنمية الذات. ومثل ما عودناكم احنا دائما نحاول ان نساعدكم في هذه الشغلة. اول شيء دخلنا معكم في برامج سابقة، حاولنا نوصل معكم لمرحلة من مراحل التصالح مع الذات، معرفة النفس البشرية، التعرف على النفس، الواحد يكون aware of himself, aware of others, يكون عنده social awareness, يكون عنده social intelligence. هذا البرنامج هو استمرار لهذه البرامج، وإن شاء الله بيجيكم برامج كتير في المستقبل في برامج مثل هاي البرامج اللي بتساعدكم. طبعاً إحنا بنرحب في كل اقتراحاتكم، في كل المواضيع اللي أنتوا حابين إنه إحنا نشارككم فيها، إنه نتعاون معكم فيها. إحنا ما عندنا مشكلة، لأنه في النهاية أنا أو أسماء أو الأستاذة حنان، مهندسة حنان، كليتنا هدفنا في النهاية إنه إحنا نعطي شوية من العلم اللي ربنا حبانا فيه، إنه نتواصل معاكم، إنه يعني أحسن إشي، أحسن إحساس بوصله الإنسان في حياته هو إنه يعطي. قمة اللذة هي في العطاء، قمة النجاح هي في العطاء. طبعا مهندسة حنان حياكي الله معانا. أنا بجوز تقديمي إليك تقديم بسيط ومتواضع، فأنا حابة إنك تفضلي، حبيبتي حابة إنك تفضلي أنت معانا وتقدمي نفسك لسيدات إن شاء الله معظمهم بيعرفوكي، بس برضو تقدمي مشان البرنامج لأول مرة. حياكي الله، تفضلي. مرسي خالص. طبعا المشاركات اللي من كيتشنر واترلو وكامبريدج اكيد سمعوا عني لان انا فتره من الفترات كنت فيري اكتف في الكوميونتي، لكن لو في ناس ما تعرفش عني، انت قدمتيني حلو قوي يا صفاء. انا فعلا مهندسه ميكانيكا، ويمكن في حاجه كده بفخر بيها شويه، ان انا كنت البنت الوحيده اللي بدرس ميكانيكا في الاربع سنوات بعد السنه الاولانيه في اعدادي هندسه اللي كنت بدرس ميكانيكا، فيعني خدتها بقوه ومجهود. بعد ما اتخرجت من ميكانيكا اشتغلت في مجال الاستشارات الاداريه، وتخصصت في نظم الجوده والنظم البيئيه، ودخلت منها على عالم إدارة المشروعات والتنمية المؤسسية والقيادة المؤسسية، ودي يمكن من المجالات اللي أنا حبيتها جدا جدا. لكن أعتقد إن الميزة اللي أنا حاولت إن أنا أعملها إن أنا أستفيد من الحاجات اللي أنا درستها في مجال الأعمال والبزنس corporations والكلام ده، وازاي ان احنا ممكن ناخد المهارات دي ونطبقها على حياتنا. فعندي كونسبت كده اسمه مهارات إدارة الحياة، زي ما الشركات بيديروا العمليات بتاعتهم وبيحاولوا انهم يحسنوا من أداء الموظفين والمدراء، احنا كمان ممكن نستفيد من المهارات دي ونحسن حياتنا ونحسن أدائنا ونرتقي بحياتنا أكتر وأكتر. فكرة مفاتيح النجاح، ويمكن مرسي خالص على الأوبرتيونيتي وعلى الفرصة، إن يعني إن الواحد يقدر يعني يصل لعدد كبير قوي 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 من الأشخاص والسيدات العربيات بالذات، علشان نتبادل المعرفة وهذه المهارات
اللي ما بقتش حكر على الموظفين وحكر على المدراء وحكر على الناس اللي هي تقدر تاخد تريننج بألفات الدولارات، لا ده احنا كمان برضو نقدر ان احنا نستفيد من المهارات دي ونحسن حياتنا. فسواء بقى تخطيط ذاتي، التواصل مع الآخرين، كل دي مهارات أعتقد أنها مهمة جدا جدا لينا علشان ننجح في حياتنا. شكرا يا حنان. وعن جد انا خريجه 97 هندسه كيميائيه، في وقتنا كان في 3 بنات بس هندسه كيماويه في هذاك الوقت، فكنا حتى نستغرب هندسه ميكانيك فنقول ايش بدهم يشتغلوا بنات الميكانيك، فكنت انا بستغرب انه في ناس بتشتغل ميكانيك. استاذه حنان تقدري تعملي ميوت لو سمحتي عشان في صدى بقولوا الشباب. في كمان احنا في لقائنا في لقاءاتنا السابقه كانوا اخواتنا يتساءلوا انه صفاء انتم بتحكوا قاعدين في مواضيع مهارات اداريه، قاعدين تطرحوها في مواضيع اجتماعيه، فاحنا بنقول انه احنا حتى المهارات الاداريه زي ما انت قلتي احنا ممكن نطورها، ممكن نعملها تيلرينج، ممكن نعملها تفصيل على حياتنا. اذا انت اخذتي مهاره مثلا مهاره ليدرشيب بالقياده اخذتيها في الشغل، هلا شو المانع انك تطبقي نفس المهارات ستايلز تبعين الليدرز، مهارات القياده، مهارات الكوميونيكيشن، مهارات التواصل اللي اخذتيها في الشغل، بس مع مين؟ مع عائلتك، مع اصدقائك، مع اقاربك، في حياتك الاجتماعيه تعملي لها عملية تفصيل. طبعا عملية التفصيل تحتاج أيضا إلى مهارة، لكن هذا لا يعني أنه المهارة غير مطبقة. أستاذة هنان إحنا شفنا الفيديو اللي عرضناه اللي عرضتيه عن أهمية التخطيط، كان مقدمة عن التخطيط، شو دور التخطيط في حياتنا. أتمنى أنه أصدقاء زملائنا وحبيباتنا في واترو وأحبابنا في العالم العربي كلهم شافوا هذا الفيديو، وإذا عندهم أي تساؤلات، إذا عندهم أي أسئلة بحبوا يطرحوها فبيقدروا يبعثوا لنا الأسئلة على الشات وإحنا إن شاء الله بنرد عليكم، وأستاذة حنان إن شاء الله بتوضح لكم أي فكرة ما حسيت أنكم حابين تتوسعوا فيها. بس ما تنسوا إنه البرنامج مدته 6 حلقات أو 6 جلسات، فإحنا على مدى 6 جلسات حنغطي البرامج اللي أنت بدكم إياها. أنا بعرف إنه في شغف، في حماس، أحيانا ممكن يلا يلا احكوا اليوم عن صناعة الأهداف. انت ما قلتوا لنا، ممكن في نهايه الساعه تيجي تقولي ما حكيتوا لنا عن صناعه الاهداف. احنا بنقول انه احنا في عنا خطه معينه بنمشي عليها ان شاء الله، انه بنغطي كل احتياجاتكم، بنغطي كل تساؤلاتكم على مدى الحلقات السته، لانه المدى الحلقات السته او المجموعه من 6 جلسات هي اللي حتوصل فيها في النهايه لمهارات تسقلك في عمليات التخطيط على المستوى الشخصي، على المستوى العملي، او على اي مستوى اخر. استاذه حنان ليش اخترتي موضوع التخطيط؟ ليش بدانا في موضوع التخطيط مع صبايا المجتمع العربي؟ تفضل. في مقولة طبعا مشهورة، اللي من يفشل في التخطيط يخطط للفشل. فأنا أؤمن إن كل شيء لازم يبتدي بخطة، وللأسف التخطيط هو عملية وليها مهارات معينة، وإحنا ما تعلمناش هذه المهارة في المدرسة، ما تعلمناهاش من أبهاتنا من أمهاتنا. فأي نجاح في الحياة لازم يبدأ بالتخطيط. لأن هو إيه تعريف النجاح؟ في ناس تقول تعريف النجاح إن أنا أبقى غني، إن أنا يكون الصحة والستر، الكلام ده كله. تعريف النجاح بيختلف من شخص لشخص، لكن العلماء والباحثين اللي درسوا النجاح عرفوا النجاح إن هو إنك بتحقق الأهداف مع الحفاظ على التوازن في حياتك. الأهداف بقى أنواعها إيه؟ ممكن تكون أهداف شخصية أنا عايزاها لنفسي، ممكن تكون أهداف بتملى عليا، إن الدور اللي أنا بلعبه في حياتي أو الأدوار اللي أنا بلعبها في حياتي بتملي عليا أعمال معينة وتحقيق أهداف معينة. على سبيل المثال، أنا ممكن يكون دوري كأم بيتطلب ان انا اقوم باعمال معينه فبتحط علي اهداف. بتعامل مثلا مع عملاء، العميل عايز حاجه معينه، لو ما حققتلوش اللي هو عايزه يبقى انا كده فشلت. فالنجاح هو ان انا بحقق الاهداف مع الحفاظ على التوازن في حياتي. علشان اعمل بقى هذا التوازن لازم اعرف حاجات كتير قوي.
ودي اللي هنبتدي نتكلم فيها خطوه خطوه. فاول مفتاح من مفاتيح النجاح، بغض النظر بقى على ان انا بشتغل ولا ما بشتغلش، على ان انا صغير في السن ولا كبير في السن، على ان انا مستواي الاجتماعي ايه، مستواي الثقافي ايه، كل الكلام ده بيبتدي بان انا بيكون لي رؤيه، عارفه ايه اللي انا عايزه احققه في المستقبل. فالخطوه الطبيعيه ان احنا نبتدي بالتخطيط. ف يعني ايوه استاذه حنان، ايوه اهميه الرؤيه. الرؤيه انا دائما بقول للصبايا الرؤيه مثل الشمس اللي بتدلك على طريق، بتحطيها الرؤيه. في ناس بيقولوا لك ايش يعني فيجن، ايش يعني رؤيه؟ الرؤيه هو انت شو شايفه حالك في المستقبل بعد فتره معينه. في عنا لما نمشي في البرنامج ان شاء الله حنشوف انه في عنا اهداف قصيره المدى، اهداف بعيده المدى، في عنا في عنا فيجن وفي عنا ميجن. ان شاء الله رح نتعرف على هاي الاشياء. لكن الرؤيه انت وين شايفه حالك في هذا المكان؟ فاذا انت ما عارفه حالك وين بدك تروحي، اكيد حدا ثاني. وانا بحب اعزز على الجمله اللي قلتيها استاذه حنان، انه اذا انت ما خططتي لك في حدا ثاني حيخطط لك. فانت اذا ما خططتي حياتك، ما عملتي حياتك، ما بديتي انت تشتغلي على حياتك، حيجي حدا ثاني ويتدخل في حياتك ويحط لك الخطط. حتصيري انت ماشيه مع خطط ناس اخرين. لما انا اتصل فيكي واطلب منك مثلا اطلع معاكي مشوار مثلا على مستوى الشخصي، مستوى بسيط، وانت ما عندك هذاك اليوم شيء، اكيد حتيجي معي. فانت خططتي هدفي او حققتي لي هدفي، اني انا كنت بدي اطلع هذا المشوار، انا كنت بدي انبسط، شاركتيني في صناعه هدفي انا. فليش ما يكون عندك انت اهدافك الخاصه فيك؟ ليش ما يكون عندك خططك الخاصه فيك؟ نتشارك فيها، ما عندك مشكله. بصير انا اساعدك بخططك وانت بتساعديني بخططي، بس يكون عندك وضوح في رؤيتك انت شو بدك تكوني. وزي ما قلتي استاذه حنان، انه يكون عندنا مستويات، في عندنا مناحي كثير في حياتنا، في اشياء، في خطط تنفرض علينا بسبب ظروفنا، بسبب كونك زوجه فيكون عندك هدف معين حياتك الزوجيه، بسبب كونك ام في عندك اهداف متعلقه كونك عندك أولاد، بتشتغل. فأنت مثلا في إذا بتشتغلي في مجال السوشيال وورك خلينا نحكي، فمعناته أنت بدك تتطوري. فلازم يكون عندك أهداف على المستوى العملي ورؤية، شايفة حالك أنا وين بدي أصير في السوشيال وورك. أنت إنسانة متطوعة ما بتشتغلي، فتشوفي حالك وين بدك تصيري. فهي الشغلات كتير مهمة أستاذة حنان. ما إحنا أو أنا بضلنا أقول أستاذة، لا 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 حنان حتى أيوة. أنا بحب التواصل الاجتماعي الأكثر إنه إحنا نحكي أسماءنا، وبحب يا خصوصاً إحنا أصدقاء أصلاً. أيوة حبيبتي. فحنان يمكن افتكرت دلوقتي حاجة مشهورة قوي من قصة أليس في بلاد العجائب. أليس في بلاد العجائب ماشية فبتكلم الدودة اللي كانت بتدخن الأرجيلة، فبتسأله فين الطريق، فبيقول لها انتي رايحة فين؟ قالت له مش عارفة، قال لها يبقى أي طريق يوديكي. فلما بتكلمي على الرؤية، الرؤية هي الديستنيشن، هي المحطة اللي أنا عايزة أوصل لها. فأنا لو مش عارفة أنا عايزة أوصل لإيه، مش هعرف الطريق اللي هيوصلني للمكان ده. وزي ما أنت قلتي، مدام أنا ما عنديش خطة، هبقى مجرد لبنة في خطة شخص آخر. ومش عيب إن إحنا نكون لبنة في خطة شخص آخر، بس ده برضو ما يمنعش إن يكون لي خطتي أنا الشخصية. وده يمكن بعد كده لما هنبتدي في المستقبل نتكلم حتى على الأشخاص اللي موجودين في حياتنا وعلاقاتنا وأدوارهم في حياتنا، ومين اللي نخليه في حياتنا ومين اللي ما نخليهوش في حياتنا، هنعرف إن إحنا عاملين زي ما يكون شبكة، زي نتورك. أنا بساعد فلان وفلان بيساعدني وفلان ده بيساعد فلان تاني وهكذا. البداية إن إحنا نعرف كمان إن كل واحد فينا عنده مقومات النجاح. للأسف يعني لما بتكلم مع بعض السيدات بيبقى عندهم نوع من انعدام الثقة بالنفس شوية، إنهم حاسين إن طب يعني أنا أنجح إزاي؟ النجاح لا يعتمد على ذكائك فقط، لا يعتمد على الدرجة العلمية فقط، ولكن له مقومات ومهارات كتير مختلفة.
الحاجة التانية كمان إن حياتنا مش قطعة واحدة، ده هي عبارة عن عدة قطع عاملة كده زي البازل، عارفة البازل؟ طبعا الكورانتين ده خلانا نفكر في حاجات نعملها، فبقينا بنجيب البازل ونلعب بيها في قطع كتير، تداخل هذه القطع هو اللي بيشكل حياتنا كلها. الحاجة التانية كمان المهمة قوي إن إحنا قيمتنا كبشر مرتبطة بقيمة بالمشاكل اللي احنا بنحلها، مش المشاكل اللي احنا بنعملها. فالشخص القادر على حل المشاكل هو اللي بيكون الأنجح، ده لا بيعتمد على ذكائه، لا بيعتمد على درجته العلمية، على كام ماجستير وحاصل عليها، الحاجات دي كلها مجرد كمان في نقطة مهمة قوي، النجاح ما بيعتمدش على الطموح فقط، النجاح بيعتمد على اللي احنا بننفذه على أرض الواقع. فلو أنا ما عنديش خطة تقول لي أنفذ إيه وأعمل إيه وإيه الخطوات العملية اللي أخدها، مهما كان عندي جبال من الطموح برضو هفضل محلك سر. أستاذة حنان، كنتي قلتي في الفيديو إنه الإنسان كمان عنده طاقات وعندنا مستويات من الطاقات، في ناس طاقتها أقوى من ناس تانية أو أكثر من ناس تانية، فحتى لو عندك طموح في عندك طاقة، فممكن نحكي شوي عن موضوع الطاقات والريسورسز؟ في ناس فاكرة إن التخطيط مجرد إن أنا هكتب قائمة بمجموعة أهداف وخلاص، ولكن جودة الخطة بيتعلق بجودة آليات التنفيذ، أنا هنفذها إزاي؟ وعشان أنفذ أي خطوة محتاجة موارد، وفي موردين أساسيين، الوقت والطاقة. فبعد كده لما هنمشي في البرنامج خطوة خطوة ونبتدي نفكر في كل هدف من الأهداف اللي أنا وضعتها، إيه الموارد اللي أنا محتاجها لتحقيق هذا الهدف، هنلاقي إن فيه موردين أساسيين مهما كان هدفي، الوقت وطاقتي. وطاقتي طبعا الوقت يعني معروف إن إحنا عندنا 24 ساعة في اليوم، ال 24 ساعة في اليوم دول متاحين للشخص الناجح والغير ناجح، مش متاحين للشخص اللي بينتج والغير منتج. المورد الثاني المهم جدا هو الطاقة، والطاقة مجموع عدد من الطاقات. أول طاقة الطاقة الجسدية، إن أنا في حيل أقوم أروح أجي أنفذ أعمل، لو قررت إن أنا مثلا النهاردة هنظف البيت، ما أنا محتاجة طاقة عشان أقوم أنظف البيت. لو قررت النهاردة إن أنا هقعد أذاكر، أنا محتاج طاقة عشان أقعد أذاكر. فالطاقة الجسدية. في كمان الطاقة العقلية، لأن إحنا تقريبا كل حاجة بنعملها في حياتنا بنستخدم فيها مخنا، ومخنا مليء بالمراكز العصبية اللي كل مركز متخصص في وظيفة من الوظائف اللي إحنا بنعملها على مدار اليوم. فتخيلوا كده يعني زي كده اللابتوب لما يسخن أو يهنج أو ما يبقاش قادر يبروسس المعلومات، إحنا كمان عندنا طاقة عقلية. لما نستنفذ الطاقة العقلية دي في حاجات لا تفيد، مش هيبقى عندي طاقة عقلية إن أنا أركز على الحاجات المفيدة، فلازم أبتدي أغربل. وكمان في طاقة نفسية، ودي بقى اللي هي يعني مرتبطة بالمشاعر والعواطف والقدرة النفسية على إن أنا أقدم على الأفعال اللي أنا عايزة أعملها. فعشان كده يعني هنتعلم مع بعض ازاي ان احنا نحافظ على الطاقة دي قوي، لان بدون طاقة مش هقدر احقق اي حاجة، لان كل هدف من الاهداف اللي هحطها محتاج خطوات للتنفيذ، وكل خطوة تنفيذ محتاجة ريسورسز، واهمها ان يكون في وقت متاح ان انا اعمل الخطوة دي ويكون عندي الطاقة اللي هي مجموعة الطاقات الثلاثة دول علشان أقوم بالخطوة دي.
حنان بحب أضيف، بعرفش إذا أنت بتؤمني بهذا النوع من الطاقة، لأن أنا بتابعك كتير بالفيديوهات وأحس أنه مرات مش كل أنواع الطاقة أنت بتؤمني فيها. بس كتير هلأ طالعين عنا علماء الطاقة والطاقة اللي مش عارف إيه وين، وطاقة مش عارف من وين جاي، الله مكتر الطاقات بهذا الزمن. بس في طاقة معينة أنا كتير أنا بؤمن فيها، اللي هي الطاقة الروحية، الطاقة اللي بنأخذها من التواصل مع ربنا، خصوصا انه احنا بنتوجه يعني انا دائما كمسلمه وبحب اعزز هاي الشغله، انه انا كثير بستمد طاقه روحيه اللي باخذها من علاقتي بربي، علاقتي طاقه كثير قويه. ما بعرف بجوز في ناس ما بؤمنوا فيها، ما بيعتقدوا فيها، بس انا بحكي عن نفسي بشكل شخصي ومتاكده انه في ناس كثير مثلي. قديش احنا بنكون سعداء بعد ما احنا ناخذ طاقة من تواصلنا مع رب العالمين بطرق معينة، وهذا إشي يعني هذا بيننا وبين ربنا، بس هذا الإشي كتير بيعطي طاقة. لما أنت تتواصلي مع الناس ممكن طاقتك النفسية، في ناس على فكرة حوالينا بستنزفوا طاقتنا النفسية، فأنت زي ما قلتي في مرات بدنا نغربل، مرات يعني هاي الأشياء حرين يعني. وفي ناس بيعطونا طاقة إيجابية، مجرد وجودهم في حياتنا ضحكتهم بتعطيكي طاقة إيجابية، بتكوني في القعدة بس مبسوطة لأنه فلانة موجودة. نور علي حياكي الله بتقول طلعوني ولحالها الطاقة الإيجابية بتيجي. إن شاء الله يا ربي الله بيغير الأحوال. وهي لورنا كمان متفقة معاها وبتقولك والله أخلص الكورونا ورح تطلع كل الطاقات صدقوني. حبيباتي لورنا وعلي، لورنا ونور، إن شاء الله الله بيزيلها الغمة عن كل هالأمة، وإن شاء الله إنه ربنا بيعطينا طاقة لقدام وما جاي إلا الأحسن. تفاءلوا بالخير تجدوه، خليكم إيجابيين، مش جاي إلا الكويس. أنا عنده ظن عبدي بي الجيد جاي إن شاء الله. هو أنا ما تجاهلتش الطاقة الروحانية، لكن أنا يمكن حطاها مع الطاقة النفسية، لأن كل واحد فينا بيحدد يا ترى إيه اللي بيرفع معنوياتي، إيه اللي بيجدد نشاطي الداخلي. ممكن شخص مثلا يقول الموسيقى بتعمل لي نوع من الصفاء، الكلام ده كله. في ناس تقول المديتيشن مثلا، الجلسات التأمل، ممكن جلسات الدروس الدينية. يعني أنا شايفة أن الطاقة الروحانية جزء لا يتجزأ من الطاقة النفسية، فعلشان بقى ما نزودش فعلا الموضوع. فيعني وكل واحد يعني خدوا بالكم لما بتكلم قوي على التخطيط بحاول personalize it، إن كل واحد فينا يعمل الأحسن له. عشان كده حتى في جزء كبير قوي هنتكلم عنه، ان احنا نعرف انفسنا. لما اعرف نفسي هعرف ايه اللي بيحمسني، ايه اللي بيحفزني، ايه اللي بيرفع من معنوياتي، ايه اللي بيرفع من طاقتي النفسية بشكل عام. انت قلتي مثلا علاقتك بربنا سبحانه وتعالى، يمكن ناس تسميها باسم تاني او بشكل اخر، فان الامور تبقى الى حد ما فلكسبل وعامه وواسعه انف انها تسع الجميع، لكن محدده بحيث ان احنا ما ننتهش. ايوه حنان بوافقك، وبوافقك جدا على موضوع انك قلتي انه لازم اعرف نفسي. فموضوع السوشيال، انت عشان تكوني ذكيه اجتماعيا، وعارفه في عندنا محورين احنا بنشتغل عليهم عاده عشان احنا يكون عندنا تواصل اجتماعي بطريقه صحيحه. في عندك انت وعندك الاخر، فأول إشي بدك تبدأي فيه قبل ما تفهمي الآخر، قبل ما تتعاملي مع الآخر، ما تتواصل مع آخر، بدك تبدأي بالتواصل مع نفسك، بدك تبدأي تعرفي حالك، بدنا نتعرف على نفسنا من جوا. فأول إشي يكون عندنا درجة السلف أونس، إنه أنا أعرف حالي. هلأ في ناس كتير مش واضحين مع حالهم، أو مثلا تقولك أنا وأنا وأنا وأنا، في لحظة معينة أو في وقت معين عشان تقدري تخططي لحالك لازم تعرفي حالك انت شو بدك. عشان تعرفي حالك انت شو بدك تكوني صادقه جدا مع نفسك، واقفه قدام المرايه قولي مين انا وشو حابه اكون، شو بدي. موقف، اي موقف بيصير معك في الحياه حللوه من وجهه نظركم انتم، قبل ما تحللوه من وجهه نظر المجتمع ولا من وجهه نظر جوزك او قرايبك او اهلك او صحباتك. مش بدي اقول عني، انت شوفي حالك من ناحيه مبادئك،
من ناحيه الفاليوز اللي عندك، من ناحيه القيم اللي عندك. انا شو صفاء، انا شو حنان مثلا، شو بدي في هاي الحياه، احلل نفسي. واهم شيء نكون اونست بالسلف اويرنس تبعنا اللي هو الوعي الذاتي. فانا بدي اكون واعي بذاتي اولا، بعدين بدي يصير عندنا السلف ريجوليت، بدنا نيجي نتعرف كيف يصير اتحكم بذاتي واتحكم بعواطفي. صرت واعي اني انا بغار مثلا من شغله معينه او بتضايق من شغله معينه، صرت اعرف حالي في هاي الشغله، تعرفت على نفسي. هلا في شغلة إنه أنت ما قدرت تعرفي لحالك، عادة مش غلط، بعرفش إذا حنان بتوافقيني في هذا الموضوع، إنه مش غلط تسألي الناس القريبين منك. في أشياء إحنا ما بنشوفها، نقاط عمياء في حياتنا كنا حكينا عليها قبل، إنه في نقاط إحنا ما بنعرف عن حالنا، إنه مش منتبه حالي إنه أنا عن جد بس أعصب، ما بتملك أعصابي. فأنا أخذ برأيي وأخذ برأي زوجي، أخذ رأي صحباتي، شيء اللي بيحكوا عني بحيث ما يحبطوني، يكون في توازن. أول شيء لأن أنا، فأنا بدي أعرف نفسي، تعرفت على نفسي، بعدين أتعرف على، أصير أعرف كيف أعمل كنترول لنفسي، بعدين بدخل في الآخر وكيف أتعرف على الموشن تبع الآخر وخصائص الآخر، وبعدين بصير عندي أنا هذا الذكاء الاجتماعي اللي أنا بنحاول كليتنا إنه نوصل له. إحنا كيف نتعامل مع الآخر بحيث إنه إحنا نكون مرتاحين، فاهمين الآخر، فاهمين شعور الآخر، محترمين شعور الآخر، والآخر قاعد بيحترمنا كمان، وقاعدين نعمل مش كنترولينج. إحنا ما بدنا نحاول أبداً نوصل لمرحلة الكنترولينج والسيطرة على الآخر وعلى مشاعر الآخر، لا، نفهمه وإنه نتواءم معاه، نتوافق معاه، نعرف متى نشد ومتى نرخي. هذا هو الذكاء، هذا هو اللي إحنا بدنا نوصله في النهاية من هذه البرامج، إنه إحنا كيف نكون عن جد مرتاحين مع نفسنا. عشان نوصل للسيلف ساتيسفاكشن لازم نعرف نفسنا شو بدها، وإحنا شو بدنا من هذه الحياة، وكيف بدنا نكمل. كمان أستاذة حنان، لما في نقطة يعني الوقت في نقطة عايزة أضيفها، إن بما إن إحنا بنتكلم على النجاح ومفاتيح النجاح، مفتاح مهم جدا جدا من مفاتيح النجاح هي قدرتنا على بناء نظام دعم. لان احنا ما فيش حد فينا عايش لوحده ولا يقدر يعمل كل حاجه لوحده، فلازم كل واحد فينا يبني نظام دعم. علشان ابني نظام الدعم ده لازم اكون عارفه انا عايزه ايه، وعشان اعرف انا عايزه ايه زي ما انت قلتي لازم افهم نفسي. ويمكن في تولز كتيره وفي أدوات كتيرة متاحة لينا، ويمكن حاجات كنا بنعملها مثلا في بيئة الأعمال، اختبارات معينة، تمارين معينة بنعملها مع الأشخاص، مع المدراء، إنه مثلا يقيم أسلوبه في القيادة مثلا، إن أنا أقيم أسلوبي في التعامل مع الآخرين، إن أنا أفهم شخصيتي. وفي نظريات موثقة وتولز متاحة لينا ان احنا نقدر نستخدمها. الحاجة التانية كمان ان احنا دائرة علاقاتنا دايما بتتغير. لما انت ذكرتي على مصاصي الطاقة والناس اللي بيمتصوا طاقتنا والكلام ده كله، في نقطة مهمة جدا، احنا ممكن احنا نفسنا نكون من مصاصي الطاقة واحنا مش عارفين. فلما نبتدي بقى نفهم انفسنا ونعرف بالظبط ايه تأثيرنا على الآخرين، زي ما احنا مهتمين ان احنا نقيم تأثير الآخرين علينا، احنا كمان لينا تأثير على الآخرين. وممكن اكون انا نفسي مصاص للطاقة، وممكن يكون في حياتي ناس من مصاص الطاقة، ودائرة علاقاتي بتتغير، بتكبر، بتوسع، بيدخل فيها ناس جديدة، بيطلع منها ناس جديدة. ودائرة علاقاتنا مش دائرة واحدة، دي بتبقى عدة دوائر، وأنا اللي بحدد كل شخص موقعه فين وعلى بعد قد إيه مني. ودايماً في حياتنا مفاضلات، اختيارات. لو أنا ما عنديش خطة، لو أنا مش عارفة خلال الخمس سنين أنا عايزة أكون فين، مش هعرف أخد القرارات اللي بتقربني للي أنا عايزة أوصله، لأن كل قرار بيحمل فيه طياته مكاسب وخسائر. دايماً مهما كان القرار، أنا باخد هذا القرار عشان فيه حاجات بوزيتيف هاخدها وفي حاجات نيجاتيف أنا مستعد أن أتخلى عنها. لو ما عنديش الخطة، لو ما عنديش البوصلة، مش هعرف أخد القرار الصح. يمكن أختار قرار وأنا ما فكرتش في الخسائر
او التضحيه اللي هضحي بيها عشان اخد المكاسب المرتبطه بهذا القرار. فاعتقد ان مهم جدا كمان ان احنا نعرف ما يسمى بنقطه العائد الاقصى. في كل مرحله من مراحل حياتنا هنبقى في موقف ما هكون وصلت لاخر ما يمكن ان انا احصل عليه. لو انا ما عنديش خطه تقول لي ماذا بعد ما احقق النقطه دي، لو وصلت للمرحله دي وخلصتها وما عنديش خطه تقول لي هعمل ايه بعد كده، هبقى ليس. لان دايما يقول لك ايه، الامل مش استراتيجيه. يقول لك انا عندي امل، انا عندي امل. ايوه الامل حلو كويس، بس ده مش استراتيجيه لتحقيق اي حاجه. not enough، مش كفايه. بنان بتسالك حنان، فعلا احنا ممكن نكون مصاصين للطب، عمرها ما فقت هيك. وردت عليها اميره برضو صديقتنا من كيتشنر، بنان صديقتنا من واترلو، قالت لها ابدا انت ممكن مستحيل الطاقه. وانا بقول نفس الكلام يا بنان، انت كلك طاقه ايجابيه وكلك محبه، ووجودك في حياتنا عن جد شيء كثير حلو. بنان الله يرضى عنك، وان شاء الله بيجمعنا فيك على خير. اميره شكرا على مشاركتك. حنان بتقول لك ايوه، حنان قولي لبنان صديقتنا في واترلو، قولي لها كيف تعرف حالها اذا هي مصاصه الطاقه ولا هي باثه للطاقه الايجابيه مثل انا ما بقول عنها. اقول لك في الشخصيات، هديكم حتى مثال في الشخصيات، ناس اكستروفرت وناس انتروفرت. ناس انبساطيين بيمتدوا طاقتهم من التعامل مع الاخرين، من الكلام مع الاخرين. الناس الانتروفرت او الانطوائيين، مش بالمعنى ان هم ما بيحبوش الناس، لكن بيرهقوا نفسيا في التجمعات، في الحفلات، في الكلام. تخيلوا كده واحد اكستروفرت مع واحد انتروفرت في نفس الاوضه. الاكستروفرت عايز يتكلم 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 ويحكي ومش مبطل كلام. الانتروفرت هيتكلم شويه وبعدين هيتعب. عايز يعني ايه، ياخد هدنه، ياخد استراحه، يدخل بعد شويه يعني اريح اعصابي شويه. هذا الشخص الاكستروفرت بقى مصاص للطاقه مع شخص انتروفرت. كلمة مصاف للطاقة مش معناه انه انسان سيء، مش معناه انه انسان وحش، مش معناه انه انسان مكروه، ولكن هو بيستمد طاقته من الاخرين، فلما يبقى موجود مع الاخرين يمتصهم جدا جدا. ويمكن في يعني في كذا نوع من مصاصي الطاقة، وأنا حتى عندي فيديو عن مصاصي الطاقة وبعض الإكزامبلز الحقيقية اللي موجودة في حياتنا. عشان كده لما بقول إن إحنا كمان محتاجين نفكر في تأثيرنا على الآخرين. على سبيل المثال، تبص تلاقي مثلا تبقي مش قادرة تتكلمي مع ابنك، وتيجي صاحبتك تتكلم معاه يسمع لها، او يبقى اب مش قادر يتكلم مع ابنه ويجي مثلا صديق الوالد ويتكلم مع الابن، الابن يتكلم معاه كويس قوي ويفضفض معاه ويسمع له والكلام ده كله. هل ده معناه ان الاب وحش، انه في حاجه غلط؟ لا، ولكن اسلوب التواصل اللي بيستخدمه الاب مش متوائم مع اللي محتاجه الابن في هذه اللحظه. ممكن نكون في فريق عمل، وفريق العمل ده عايش في هارموني حلو جدا وبيشتغل كويس قوي مع بعض، ويجي شخص جديد لفريق العمل وتبص تلاقي جو العمل كله اتكهرب، مع ان هذا الشخص اللي جاي جديد انسان كويس وكفء وكل حاجه، ولكن في امور استجدت وتغيرت، غيرت الثقافه اللي موجودة في فريق العمل ده أو في المؤسسة دي. فأيوة ممكن كل واحد فينا يكون مصاص للطاقة، رغم أنه إنسان كويس وشيرفل وبيضحك وبيهزر، ممكن هزاره ده لشخص آخر يكون بيستهلك طاقتي يعني. فما تاخدوش كلمة مصاص للطاقة لأنها حاجة وحشة طول الوقت. خولة الأطرش حبيبتنا من السعودية، كندية من السعودية،
خولة بتقول أنا بخطط كتير لعائلتي، بس للأسف أولادي ما بيلتزموا بخططي، عشان هيك ما بحس بنجاح الخطط. ممكن أبدأ شوي أستاذة حنان أنا أتجاوب مع خولة وأقولها أنت ليش بتحطوا خطط لأولادك يعني، وهل بتشاركيهم الخطط؟ بتحبي أستاذة حنان تضيفي؟ أنا ممكن أكمل شوي بس حابة أسمع رأيك، تفضلي. هي يمكن الكلام من كلامها، هي اللي بتخطط لعائلتها، هي المفروض انها تخطط مع عائلتها. ويمكن في فترة من الفترات كنت بدي البروجرام ده قبل بقى كورونا والكلام ده، فكان في فيرجن منه للعائلة، وكان بيجي الاثنين المتزوجين وبيقعدوا يعملوا التمارين دي مع بعض as a unit. انت ما ينفعش تحددي اهداف الاخرين، لكن ممكن نحدد مع بعض. هم كمان محتاجين انهم يفهموا انفسهم. انت ممكن تكوني شايفاهم وفاهمه جزء منهم، لكن هم الاولاد لسه مش فاهمين انفسهم، لسه مش عارفين. في نقطه مهمه جدا جدا جدا، ودي يمكن دي هنتكلم عنها برضو، اللي هي ركائز او اعمده الحياه او اولويات الحياه. انا اولوياتي مختلفه عن اولويات ولادي. انا النهارده اولوياتي ان انا انظف البيت. انا ابني تين ايجر، مراهق. تنظيف البيت ايه يا ماما؟ البيت نظيف وزي الفل، سيبيني انا عايز العب مع اصحابي، انا عايز عندي ماتش لازم ادخل دلوقتي اونلاين عشان هنعمل كذا كذا كذا. اولوياتهم حاجه، اولويات حياتهم حاجه مختلفه عن اولويات حياتي انا. فما ينفعش اي انسان يخطط لانسان اخر، لازم نشركهم في الجزء اللي يخصهم. بوافقك أنا حنان في هذا الموضوع، نشاركهم في هذا الموضوع، نشارك أولادنا، ممكن نشارك أزواجنا، لأنهم هم اللي حيدعمونا في خطط، في هذه الخطط. بعدين أنت لما تحطي خطة مع حدا في عملية الكولابوريشن وعملية الكوبريشن في وضع الخطط، بتكسبي الباي إن تبعه، بتكسبي التزامه، بتكسبي التزامه بهذه الخطة. فإحنا إذا يعني أبسط مثال، إذا بدنا نطلع رحلة مثلا، فإذا أنا جيت قررت وين بدنا نروح وشو بدنا ناكل وشو بدنا ناخذ وشو السيارة بدنا نركب او الترين او الطياره اللي بدنا نطلع فيها، انا وضعت كل الخطه وبعدين اجي اقول للاولاد يلا طالعين كذا. الاولاد اللي حيقول لك بديش، واللي بده يقول لك انا تعبان، واللي بدي وطول يعني حتى لو جبرتيهم بسلطتك يعني الابويه كأم لهم وطلعوا معاكي ونفذوا خطتك، فهن حيكونوا ديستراكشن، حيكونوا يفشلوا لك هذه الخطه. فعاده نحاول نشرك اولادنا في خططنا الخاصه فيهم، واللي هن حيشاركوا فيها حيكونوا جزء من هذه الخطه. ما بصير انت تحطوا خطه بدون ما تشاركي اولادك في هذه الخطه. احيانا انا كأم اضطر اني اضع خطط، لانه احيانا الاولاد بعرفش حنان كيف وصديقاتي، احيانا هن ممكن احنا شايفين الاحسن لهم، حس الامومه بيغلب عنا، فبنقول انه لا انا بدي اسجلك بهذا الكلاس وبسجله بهذا. وفعليا هذا اللي صار معي انا بالفتره الحاليه، انا سجلت اولادي في كلاس لليافعين وقالوا لي ماما الوقت ما الوقت، انا حاسه انه هذا لمستقبلهم كويس، شوي شوي اقنعتهم، لكن انا اعرف حالي انه انا اخطات من البدايه في اني ما شاركتهم في اخذ القرار من اولها. فلو شاركتهم في اخذ القرار كان ممكن اوصل لباي ان اقوى او كوميتمنت اقوى منهم في هذا الموضوع. فاحنا بنحتاج شوي شوي، قد ما شوفوا هذا بيثبت انه قد ما قرانا قد ما تعلمنا احيانا كبشر بنسهو بنغلط ممكن، او بنتصرف تصرف ممكن ينحرف شوي عن المسار، وهذا لا يعني انه احنا مثلا والله ما نقول ما لا نفعل. لا، احيانا بتشت معنا الدنيا، مرات الضغوط مثل ما قالت الاستاذه حنان، احيانا في وجودك في مكان معين بيحتم عليك انك تاخذي قرارات معينه، تخططي بطريقه معينه. فانا كأم ما بقدر اترك مسؤوليه التخطيط كامله لطفل عمره 12 سنه او 13 سنه، انا بشاركه بعلمه شوي شوي انه كيف يشارك. من الاسئله اللي كانت سالتنا اللي وصلتنا سابقا كمان حنان، من اي عمر بنقدر نعلم اولادنا التخطيط؟ من سن صغير جدا، يمكن يعني من يمكن من الولاد كان 3 سنين وخمس سنين ابتديت احط لهم اللي هي الجداول الروتين اليومي،
ونقعد مع بعض نرتبها. هصحى الصبح يا ماما اغسل سناني، اتوضا، اصلي، اعمل كذا، اسوي كذا، وباساليب صغيره. حتى يمكن انا كنت عامله فيديو لبنت اخويا عندها 7 سنين، وده اول فيديو بعمله لها، كان عن التخطيط وازاي انها بالليل تفكر في اللي هي عايزه تعمله بكره الصبح، او اللي عايزه تعمله على مدار اليوم بكره، وتجهز لنفسها هي عايزه تعمل ايه. الحاجه الثانيه المهمه قوي ان قدرتنا على التخطيط بتتفاوت، وده يمكن يرجعني لنقطه اعرف نفسك. ضمن الحاجات مثلا ان في الشخص الصارم او الجادجنج والبرسيفنج، دول نوعين من الشخصيات. الشخص الصارم سهل عليه يحط جدول ويمشي عليه، لكن النوعيه الثانيه من الشخصيات بيبقى صعب ان هو يحط جدول لنفسه، ده يمكن محتاج مساعده اكتر، دعم اكتر، نفهمه هات ورقه وقلم، اكتب كذا وكذا وكذا، هنعمل كذا من الساعه كذا للساعه كذا، هنعمل كذا. كمان الولاد من سن 3 سنين، ليه انا بقول من سن 3 سنين؟ لان من سن 3 سنين بيروحوا الحضانه، وفي الحضانه في عندهم جدول، وعارف ان في مثلا الكاربت تايم، في الوقت ده بنروح نقعد على الكاربت مع المدرسه عشان المدرسه هتحكي لنا قصص وحكايات. في اللانش تايم، ده الوقت اللي انا هاكل فيه، حتى لو جوعت قبل منه ما اقدرش اطلع اللانش بوكس بتاعي. فولادنا من سن صغير قوي، ده يمكن حتى كمان من وهم بيبيز، الامهات بتتعلم، ويمكن دي حاجه انا كاتباها حتى في يعني انا ليا كتاب اسمه طفوله بلا زوابع، ان البيبي ممكن تعوديه على نظام وسيستم معين، وتحددي له مواعيد الرضعه ومواعيد الاكل ومواعيد اللي هو بيسموه التامي تايم، ان هو وقت نايم فيه على بطنه وحواليه شويه العاب وقاعد عمال بيلعب فيها. ايوه حنان، منى بتقول طيب ممكن الواحد في مرحله تاجيل الخطط انه تطلع خطه بديله، او بجزء قصدها في مرحله وضع الخطط انه تطلع خطه بديله فجاه فنضطر ناجل الخطه القديمه، ولا هذا مش منيح؟ اولا حياكي الله يا منى، اشتقنا لك كثير، الله انك بالف صحه وهنا، وانت واولادك تحيه لك ولاولادك ولعائلتك، وشكرا على مشاركتك. منى برجع بقول انه تحكي هل ممكن انه خطط تسيطر على خطط، حاطه خطه صار عندها ظرف طارئ، صار عندها يعني بدنا نطلع اليوم مشوار، ايمت اتصلت في صاحبتي غيرت المشوار، اليوم ناويه نتغدى في البيت، لا غيرناها وطلعنا برا. حنان بتحب تعلقي على الموضوع، تفضلي. اكيد طبعا، حتى الموضوع ابعد من مجرد ان هي خروجه وتفركشت. احيانا بيبقى الواحد حاطط لنفسه خطه ان خلال السنتين اللي جايين مثلا هحصل على شهاده معينه او هعمل على حاجه معينه، واصحى تاني يوم افاجئ ان انا حامل مثلا. بتحصل ولا لا؟ او ان احنا مثلا مخططه مثلا ان احنا هنقعد في مكان معين، ويجي تاني يوم زوجي يقول لي انه فقد عمله وان هو هيدور على شغل تاني، وده ممكن يخلينا ننتقل لبلد تانيه او نروح في مكان تاني. في يعني الخطه لما نعملها دايما انا بسميها الليفنج دوكيمنت، الخطه اللي نكتبها لحياتنا هي عامله زي الكائن الحي اللي بيتطور وبيتغير وبينمو وببدلها بالظبط، الخطط البعيده المدى. بس على الاقل انا عندي خطوط عريضه، أنا عارفة حياتي عايزة تبقى إيه؟ إن خلال 5 6 سنين عايزة أكمل دراستي، هيحصل مشاكل، هيحصل عقبات، هتجاوز العقبات دي وبعد كده هرجع تاني للخطة القديمة وأبص فيها هل تصلح إن أنا أنفذها؟ هل محتاجة شوية تعديلات بسيطة؟ شوية تغييرات؟ الكلام ده كله. ويمكن دي مثلا حاجه من الحاجات اللي حصلت لي، ان يعني كنت مخططه لشيء معين ولكن مثلا عيد، فكان لازم اخد اجازه
وكان لازم ان انا اهتم بصحتي، وكان لازم ان انا يعني اهتم بنفسي، والا كانت صحتي هتتبهدل خالص. فوقفت كل حاجه لغايه ما الامور اصبحت مواتيه، ورجعت تاني بقى لخطتي اللي انا ما لمتهاش، وابتديت ابص فيها واعدل فيها واظبط عليها، بس الاساس بتاعها موجود، اساس الخطه موجود. اوكي يا حنان، انا باكد هذا الموضوع انه اساس الخطه بضله موجود. بعدين احيانا الظروف اذا احنا شوي نغير الخطط، نعدل في الخطط، بدهز هذا عشان اشكر المسلم كوليشن لما نزلوا لنا مشاريع المسلمه ستوريز، فقصتي نزلت قبل يومين، وفيها اذا بتقراوا القصه راح مش ما ببل دعايه لحالي، بس البرنامج عن جد المسلمه بروجكت برنامج جدا ناجح وجميل جدا. لما اللي بيقرا قصتي بيشوف انه كيف انا تغيرت خططي، تغيرت طريقه حياتي بسبب ظروف فرضتها علي حياتي، بسبب مثلا زواجي وسفري الى عمان، فاضطريت اعمل خطه لعمان فجاه، وانا ماشي في خطتي في عمان زوجي قرر يروح السعوديه، فغيرت الخطه بناء على السعوديه، قاعدين في السعوديه والحمد لله والامور ماشي تمام، فجاه طلع كبروا الاولاد، صار بدنا نطلع من البلد، بدنا ندرس الاولاد برا في كندا، فرحت على كندا. فما باجي بقول اوه تكسرت خططي كليتها خليني ارمي خططي احطها في الارض، لا انا بعدل بشتغل في خططي، لانه في عندي اهداف، في عندي رؤيه. بنرجع بناكد على الموضوع الحكي هنا في بداية البرنامج، نكون عندي رؤية، أنا شو بدي من صفاء أو شو بدي من حنان تصير في المستقبل، منى شو حابة تكوني أنت في المستقبل، أو خطتك بعيدة المدى، أنت شو بدك من هذه الخطة البعيدة المدى. لو شو ما أجا عندك constraints أو أجا عندك obstructions أو أجا عندك معوقات barriers في هذه الخطة، فأنت لأنك حاطة الخطة صرت تعرفي أنه هذا معوق لهذه الخطة، صرت أنت بتقدري. عجبني مثال كنت حكيتي حنان في الفيديو عن النهر وما نهر وكيف أنه النهر لازم يمشي بطريقة معينة، نفس برجع بحط بأستخدم نفس الميتافور في هذا الموضوع، وإنه أقول أنه أنت هذا النهر قوتك الجارفة، مدام حطيت الخطة امشي فيه وادعمي فيه، أجاكي حدا مغير من هون، حدا مغير من هون، ظروف كليتنا قدامنا ظروف بتحكم علينا، أجانا الكورونا يا جماعة بال 2012، اجانا الكوفيد ب 2019، اجانا الكوفيد 19. فناس كثير كانت مخططه تسافر وما سافرت، ناس كانت مخططه تكمل دراسه معينه تحتاج لوجودها في المختبرات تكنيكال ما بيقدروا يعملوا، لانه سكر الان بيرسون ستاديز او الدراسه لوجه لوجه، بسموها الدراسه الوجهيه او هيك. ف مش معناه انه نوقف خطتي، ممكن انا اعدل في خطتي، ممكن العب في خطتي، ممكن ااجل شوي في خطتي، اعمل ريبريورتايزيشن اهدافي، اعمل اعاده جدوله للاشياء اللي انا بدي اياها. فانت حره في النهايه، هذه حياتك وهي خطه حياتك انت اللي بدك تحطيها، هذا اللي انت بدك تشتغلي عليه، فانت كيف بتشتغلي عليه هذا ايش انت بدك، مهارة، هذه مهارة بدك تسقليها، ما تخلي حدا يغير مسار النهر تبعك، ولا تخلي حدا يحط حدود في النهر تبعك، خطتك امشي عليها، حطي طريقك وين بدك اياه وامشي في هذا الطريق وادعمي، واي حدا بيجي معك استخدميه كسبورتينج. اليوم كنت بشوف على الفيسبوك حدا بيحكي عن حدا، او يعني يعني حدا بيقول انه الناس قاعده بتكسر بمقاديفي، يعني بترميني بحجار وبتكسر في خططي وبتكسر اموري، فحاطين بوست ثاني او مش يعني خليني أوص هو بوست ولا هو كاريكاتير، فانه خذ هذه الاحجار وحطها ورا ظهرك واطلع عليها، حطها تحتك واطلع عليها. اي حدا بيحاول يغير خطتك استخدمي التغييرات اللي هو قاعد بيحاول انه يحطها في حياتك لدعم خطتك، لتعزيز خطتك. في نقطة تانية كمان يا صفاء، في برضو دي حاجة برضو تعلمناها في الإدارة، وهي التخطيط بالسيناريو، ويمكن دي حاجة أنا يعني يعني بنفذها وبحطها من ضمن خطوات التخطيط، إن أنا بعمل على الأقل 3 سيناريوهات. السيناريو الأولاني لو كل حاجة مشيت حسب ما أنا مخططة، السيناريو الثاني لو كل حاجة مشيت أحسن من ما أنا مخططة، السيناريو الثالث لو الموضوع ممشيش زي ما أنا مخططة. وده يمكن برضو يدخلنا في موضوع الريسك مانجمنت أو إدارة المخاطر، يعني إحنا في حياتنا في مخاطر، من ضمن المخاطر إن تيجي حاجات تغير لي الخطة.
اكون مثلا عامله حسابي ان في مبلغ معين من المال هيجي لي عشان اعمل بيه مشروع معين والفلوس دي ما تجيش، او ان في موافقه معينه هتجي لي والموافقه دي ما تجيش، او ان انا هجتاز امتحانات معينه وادخل الامتحان واسقط مثلا، او ان انا هكلم جوزي على موضوع معين ويقابلني بالرفض. ف واحنا بنعمل الاهداف بتاعتنا نفكر في كل هدف، لو ايه احسن سيناريو ممكن، وايه السيناريو العادي ان لو انا والله قدرت انفذه زي ما انا مخططه، واسوأ سيناريو. ويمكن يعني انا لو عايزه ان انتوا تطلعوا كلمه من الموضوع ده كله، ان انتوا دايما تفكروا ايه اسوأ سيناريو، ايه اللي ممكن يحصل، ونبتدي كده نستقرئ المستقبل ونحط من ضمن مكونات خطتنا حاجات تمكننا من التعامل مع المتغيرات دي على قد ما هقدر. ان انا مثلا ممكن احوش مبلغ مثلا من المال واخليه على جنب، ده يمكن معروف بنسميه الامرجنسي فاند، فند الطوارئ او مبلغ الطوارئ. المبلغ ده مش هنقرب له الا اذا حصل حاجه طارئه في حياتنا. او ان انا مثلا لو دخلت الامتحان واجتزت الامتحان خير وبركه، لو ما اجتزتش الامتحان امتى الامتحان اللي بعد منه؟ قدامي قد ايه عشان اذاكر للامتحان اللي بعد منه؟ زي مثلا حد مثلا بيفكر انه يعمل مشروع صغير، من ضمن الحاجه مثلا هروح مكان معين وهبيع المنتجات دي. طب لو ما قدرتش ان المنتجات دي تتباع، ايه الخطه البديل عشان اسوق هذه المنتجات؟ مثلا ان مثلا لو رحت لابني وقلت له حاجه معينه ورفض، وده يمكن اسلوب حلو جدا جدا، ان احنا لما نيجي نتواصل مع اولادنا عشان نقول لهم حاجه نفكر كده، طب لو رفض هرد عليها اقول له ايه؟ طب لو جاب لي حجه هرد على الحجه دي اقولها له ازاي؟ حتى يعني انا كان ولادي يقولوا لي يا ماما احنا كل ما نجيلك من ناحيه تجيلنا من الناحيه الثانيه. ليه؟ لان واحنا بنفكر واحنا بنخطط خطتنا نحط فيها كومبوننتس بتخلينا نتعامل مع المخاطر اللي هتحصل او اللي ممكن تحصل، او ان احنا كمان نحط بعض الخطط البديله اللي لو الاسوأ سيناريو ده حصل هي دي الخطه البديله اللي انا همشي عليها. ايوه حنان، دايما لازم نشوف احنا نعمل ريسك اناليسز ونشوف حالنا انه شو الريسك المخاطر اللي ممكن تواجه خطتنا. كمان في زي ما في مخاطر في فرص، كيف نقتنص هذه الفرص. فالمخاطر ممكن تكون بوزيتيف على شكل مخاطر، ممكن بالعربي مش كتير بقدر اعملها، بس هي انه الريسك ممكن يكون بوزيتيف ونيجاتيف. فلما يكون ريسك نيجاتيف فبدك تعملي له خطه بديله، كيف انك بدك تخففيه، كيف ميتيجيتد اور اليمينيتد اور ميتيجيتد سوري او اليمينيتد اور ريديوسد وترانسفير اكسبت. يعني في عندنا خطط للتعامل مع الريسك السلبي، وفي عندنا ريسك اوبورتونيتي فرص، فممكن فرص تيجي وتدعمك. يعني ممكن انت تفكريه خطر بس هو يطلع لك فيه خير، ممكن يجي تغيير انت تفكر انه هذا التغيير سلبي وحيأثر على حياتك بطريقه سلبيه، بس انت ممكن يكون هو له اثار ايجابيه. فدائما لما يجي تغيير نحاول نحلله بطريقه صحيحه، نعرف شو تاثيره، هل الامباكت تبعه، هل النتائج تبعه هي ايجابيه ولا سلبيه. اذا سلبيه عندك خطط بديله، انت مثل ما قالت استاذه حنان جهزنا لها وخططنا لها، هلا بدنا نعملها تطبيق وإن شاء الله على أساس نخفف نتائجها على خطتنا. إذا تغييرات إيجابية وده فعلاً إحنا هنعمله، وده فعلاً إحنا هنعمله في المستقبل في تمرين هنستخلص منه استراتيجيات الحياة. استراتيجيات الحياة قائمة على حاجة بنسميها في البيزنس سوات أناليسيس، أنا بشوف نقاط القوة عندي ونقاط الضعف وكمان الفرص المتاحة ليا والتهديدات أو المخاطر اللي موجودة، ومنها هقدر أشوف إيه نقاط القوة اللي عندي اللي بتمكنني من إن أنا أنتهز الفرص دي لما تيجي، أو إن أنا أتعامل مع التهديدات أو المخاطر، وإيه نقاط الضعف اللي ممكن تخليني عرضة
ان تاثير المخاطر دي يكون كبير في حياتي، فابتدي اتلافاها. ودي يمكن في المستقبل هتشوفوها في الفيديوهات اللي جايه تحت ما يسمى باستراتيجيات الحياه. حنان، ممتاز انك حتغطي هذا الموضوع مستقبلا، لانه احنا كان لنا لقاء سابق مع العضوات، ولما قلنا عن السوات أناليسيس في تحليل الأهداف الشخصية والتخطيط الشخصي، احتجوا بعض الأخوات إنه هذه هي خطة، هي عملية إدارية أو هي طريقة إدارية لتحليل المخاطر. فنحن قلنا لهم إنه you can tailor it، فما دام بدنا نطبقها معك هذا ممتاز جدا. إيمان السوسي، أنا أدعوك بشكل شخصي لمشاركتنا في استراتيجيات استخدام السوات أناليسيس مستقبلا. تحية لإيمان السوسي صديقتنا. إحنا ضل معانا بس 5 دقائق أستاذ حنان، اللقاء ما بعرف كيف الساعة مرأت، لقاء شيق جدا 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 انبسطنا فيه، أتمنى إنكم جميعا انبسطتوا فيه. أسماء، يا ريت تشاركينا باقي الكومنتس والأسئلة اللي أجت من الأصدقاء عشان نحاول ما نكون نسينا حدا، يزعلوا علينا حبايبنا في كيتشنر وترلو. أنا بحاول أشوف من عندي. غفران، أكثر شيء ما فهمته بالفيزياء هو الميكانيكا، بهنيكي ما شاء الله. أستاذة حنان، هذا best of five إليك. إبراهيم، الله يسعدك يا إبراهيم، بقول جزاكم الله خيرا، مبدعين. غفران برضو بتقول الله يعطيكم العافية ويعطيك العافية. خولة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، تحية كبيرة للأستاذ محمد متابعنا، وكان شريكي وصديقي أبو شريك محمد، كان معي بساعة صفا مع صفا في اللقاءات السابقة. أستاذ حنان، أستاذ محمد هو صديق وزميل من السعودية، استشاري إداري، يعمل في إدارة بعض المشاريع، يعني بيشتغل إدارة في شركة هنا، واستشاري وصدقنا في أكثر من لقاء، وخبرة له باع كبير جدا في هذا المجال، تعلمت منه كثير. أستاذ محمد، تحبيرة إلك. أميرة أنور بتقول معنى كده أن الخطط البديلة مختلفة عن سيناريو الخطة. شوفي، اللقاء القادم إن شاء الله بنكمل، لأنه الوقت ده. حنان، بتحبي تعلقي على هذا، على سؤال أميرة؟ لا، هو يعني الخطط البديلة ممكن تعتبريه السيناريو هو اللي بيخلينا نعمل الخطط البديلة. يعني السيناريو كأنك بتتخيلي موقف ممكن يحدث، وإحنا حتى اللي بنحط الأسامشنز بتاعته، إحنا اللي بنحط الافتراضات في هذا السيناريو، وهو ده اللي بيخلينا نحط بعض الخطط البديلة اللي ممكن نستخدمها. ومش لازم ان يبقى في خطه كبيره قوي قد الخطه الاساسيه، ممكن تكون يعني، عشان كده بقول انها كومبوننتس، مكونات من الخطه الاساسيه اللي اقدر ارجع لها لو حصل تغيير في الافتراضات اللي انا بنيت عليها خطتي. اميره حياكي الله، هي انبسطي، جبنا لك اللهجه المصريه. اميره مشاركه، صديقه عزيزه جدا، تحيه لاميره. ما بنسى اميره قالت لي، كانت حضرت معي لقاء مع الارب وومن ورك شوب عن تخطيط الاهداف قبل 4-5 سنين، فهي صديقه عزيزه، فبتقول لي بالذك اول مره التقيتها كانت هذاك اللقاء، بتقول لي انها كتبت هدفها وحطته على المرايه. اميره هلا ارجعي اكتبي الهدف، حطيه على المرايه، وعشان مع الأستاذة حنان على مدى 6 جلسات متكاملة إن شاء الله حتوصلي إله إن شاء الله، أو أتليست حتحط خطة. وبس أشوفك المرة الجاي، بدي أشوف الهدف، بدي أشوف الخطط معاه، استني شوي. أتحية كبيرة إلك يا أميرة ولكل أهل مصر. بنان الكيلاني، كثير حلو، الله يعطيكم العافية، أنا بالسيارة طلعت وما أدري تكمل. لا والله قصرتي يا بنان، كان لازم تكملي، وإنت بتسوقي في اولويات، بتسوقي ما تتابعينا هلا، بس تروحي بتعملي ترجع وبتعملوا لايف وبتحضري اللايف ان شاء الله. كندا عوف، حياكي الله، شكرا كثير، حلقه حلوه وجديده مفيده، بانتظاركم في الحلقه القادمه ان شاء الله. وجودكم يا كندا عن جد سعاده لنا. منى، شكرا لك، اكمل، الله يسعدك اكمل. احيانا الظروف والتحديات المحيطه تدفع للتخطيط للنجاح واعاده بناء النفس، هذا قالت اكمل، هذا تعزيز لكلام الاستاذه حنان، قالت انه لازم في اشياء مرات بتحدنا نتصرف بطريقه معينه، والانسان بيرجع بيفكر، بيرجع بيبني حاله، بيرجع بيخطط، واحيانا ظروف معينة بتجبرنا إنه بالعكس إن نكون أقوى، نطلع منها أقوى. هوازن حياكي الله، نقاش ممتع جدا بوجودكم طبعا، إحنا طاقتنا كليتها بنستمدها منكم. أنا إكستروفيرت، حنان أنت إنتروفيرت ولا إكستروفيرت؟ أنا بيسموه أمبيفيرت.
ambivert. Yeah, أنا بين الاثنين. أنا 60% extrovert بس 40% introvert. يعني بتكلم وكل حاجة لكن هاصل لنقطة لا أنا عايزة بقى عايزة أدخل في الكهف بتاعي. انتوا سامعيني؟ انا اون ميوت. تفضلي. تمام تفضلي. سوري انا بس فجأة الصوت عندي اختفى فبقيت مش عارفة في ايه اللي بيحصل. تكنيكال ريسك. يا شكرا لك حنان، شكرا لكم جميعا، مشاركاتكم اسعدتنا واثرتنا. قبل ما اطلع حابه اقول انه 21 شهر اجى، 21 اذار شهر المحبه، 8 الشهر احتفلنا بعيد المراه، بيوم المراه، سموه عيد، سموه يوم، سموه اللي بدكم اياه، احنا كل ايام المرأة كل الايام لنا 366 يوم لنا، بس باذار بضحكوا علينا بقولوا لنا 8 اذار هو للمراه. كل عام وانتم بخير لكل النساء في كل هذا العالم. كوني انت حلقي تنطيقي، ما تخلي اي شيء يوقف بطريقك، ما يكون عندك اي شك انك انت اجمل امراه في العالم، انك انت احلى امراه في العالم، انك اقدر امراه في العالم، انك انت ملكه هذا الكون وملكه نفسك وقادره على تغيير حياتك وقادره على تعملي اللي بدك اياه. انت امراه، انت قادره، انت متمكنه. كل عام وانتم بخير بمناسبه يوم المراه. كمان عندنا عيد الام يوم 21 شهر. اول شيء ابدا بقول كل عام وانت بخير يا امي، كل عام وانت بخير يا امه، لان بها امي، ربنا يا ربي يحفظك ويطول بعمرك ويبارك في عمرك ويخليك منوري حياتنا انت وابوي ان شاء الله. كل عام وانت بخير لكل ام حبيبه حوالينا، لكل ام غاليه علينا. كل عام وانت بخير لكل صديقاتي الامهات، متوقعات يصيروا امهات، قبل شوي حكيتوا على الحامل بغير الخطط. كل عام وانت بخير للحوامل اللي خلفوا وما خلفوش. كل عام وانت بخير يا حنان بمناسبة يوم المرأة، بمناسبة انك انت احلى ام كمان لاولادك. ربنا يخليكي صفاء. معلش انا عايزه كمان احيي السيدات اللي ربنا سبحانه وتعالى ما رزقهمش باطفال، لكن ده لا يقلل ابدا ابدا من قيمتهم. انا في اثنين في حياتي، عمتي وخالتي، انا بعتبرهم يعني امهاتي وادين ليهم بالفضل. خالتين اصلا من خالاتي ما خلفوش وما جابوش اولاد. فانا بحيي كل سيده يعني لم يطعمها الله وما ادهاش اطفال، وبدعوكي انك تمدي ايد الحنان والرعايه للاطفال اللي موجودين حواليكي. في اطفال كتير قوي حوالينا محتاجين الطبطبه، محتاجين الرعايه، في دور ايتام، في يعني في اطفال عايشين مع ابهات وامهات ولكن برضو لسه محتاجين اللمسه الحنانيه. فبرضو بقول لكم كل سنه وانتم طيبين. كل عام وانتم بخير لكل امراه، ام او ام بالبيولوجي ولا ام بحنانها ومحبتنا، كليتنا امهات، خلقنا امهات. كل عام وانتم بخير لعمتك ولخالتك. لميا حياكي الله، اميره حياكي الله، جميع اللي شاركونا حياكم الله. لميا سميح ان شاء الله بي بارك في عمرك. لورنا كل عام وانت بألف خير، ان شاء الله بنشوفك على خير. شكرا جزيلا لكل اللي شاركونا. بهية ما ذكرنا، بهية كانت حكت عن موضوع بنرجع نحكي فيه ان شاء الله الحلقه القادمه او اللقاء القادم. كل عام وانت بخير يا بهية، كل عام وانتم بخير جميعا. انا بحاول اني اشوف تعليقاتكم عشان ما انسى حدا. كل عام وانت بخير يا احلى وفاء ابو سير، الله يا ربي يجمعك باولادك وان شاء الله يا ربي بنشوفك. انت احلى ام اصلا واغلى ام. تحياتنا استاذ سمير،
سمير حماد من أدمنتون مانيتوبا. تحياتنا للجميع. شكرا لك استاذة حنان، اللقاء كان جميل. انا مش قادره اوقفه، بديش اوقف، انا طبيعي بحب اضل كل واحد كل شخص يروح يشوف اللي وراه. ايوه، خلي كل واحد يروح يشوف اللي وراه. كل عام وانتم جميعا بخير، نراكم ان شاء الله بعد اسبوعين من الان. ولا تنسوا اليه عمل البرنامج، حنحط لكم فيديو ان شاء الله خلال اسبوع تشوفوا الفيديو، اسئلتكم نستحقها من هذا الفيديو، وابعثوا لنا اسئلتكم. ممكن تبعتوها على الجروب العرب وومن، ايدين عرب وومن، ممكن تبعتوها على الخاص لاسماء او لاي حدا من الادمين، ممكن تبعتوها الي، ممكن تبعتوها للاستاذه حنان في اسئله، وان شاء الله اللقاء القادم بنجاوب هاي الاسئله، واذا عندكم اي اقتراحات. يعطيكم العافيه ان شاء الله. على خير، الى اللقاء. صباح الخير.